بص يا زميلي، انت اكيد عندك عيش في البيت واكيد عندك لانشون في البيت. تعالى كده وانا ايه بحط كده رغيف لانشون اكلمك في حوار مهم جدا جدا. دايما كل واحد فينا عنده طريقة خاصة بيه بياكل بيها الاكل، او حاجة بيعملها في البيت، او حاجة بيحطها على بعض في البيت وهو بياكل كده بتخلي طعم الاكل احلى، وممكن يكون مش حد عارفها غيره، او يعني حبة صغيرين جدا جدا بس من الناس هي اللي عارفينها. فانا كنت بتكلم في تليفون مع حد زميل يعني، وبقول له ان انا نفسي اكل لانشون رغيف لانشون عادي خالص واعصر عليه ليمونه. فلقيته مستغرب جدا جدا، اللي هو ايه القرف ده، بتعصر ليمونه على لانشون والكلام ده؟ فقلت له اه، انت ما بتعرفش الحوار ده ولا ايه؟ قال لي انا اول مره اصلا انا اسمع حاجه زي كده يعني. من هنا بقى جت لي الفكره ان انا نعمل سلسله جديده، مش عارف اسميها ايه لحد دلوقتي، بس اقترحوا انتوا عليا تحت اسم، ونجيب حاجات كل واحد بيعملها في البيت، او ميكسات هو بيعملها في البيت، او طريقه اكل بيعملها في البيت، وبتبقى جامده جدا جدا بس ما حدش مكتشف الحاجه دي. فانا هبدا اول واحد بنفسي هعمل لكم شندوتش لانشون عادي خالص بليمون، وهسيب بقى الكومنتس بقى تحت مفتوحه ان انت تكتب لي بقى كل حاجه انت بتعملها في البيت غريبه، ونعملها هنا ونشوف هل هي فعلا اختراع جامد ولا لا. انا جبت بقى ايه رغيف البلدي العادي خالص، والله لسه نازل جايب عيش دلوقتي اصلا. حط بقى ايه في اللانشون بتاعنا الجميل، رغيف سخن عليه لانشون، وتجيب ليمونه، تقطع الليمونه وتعصر، بس ايه مش حبه كتير عشان ايه ما تضيعش طعم اللانشون يعني وكده، حبه بس كده صغيرين، وتقفل وكل بقى يا زميلي. بسم الله. طعمه خرافه جدا جدا، سنه الليمون كده اللي بترشها كده مع العيش السخن مع اللانشون البيفي او اي لانشون انت تستخدمه يعني، بتدي كده ايه حلاوه في الطعم. ميكس جامد جدا جدا. طبعا ممكن يكون في ناس كتيره جدا جدا بتعمل ده، وناس كتيره جدا جدا هتعارضني في ده، بس يعني جربه ومش هتندم. تحت بقى في الكومنت اكتب لي ايه الحاجه الغريبه اللي انت بتعملها، ونطلع ونعملها سوا في هذه السلسله الجديده. واقترح برضه عليا برضه ايه اسم تحت السلسله الجديده دي، شارف كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قرب. فيديو كده خفيف كده في السريع كده، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.